عوامل وتاريخ نشأة الفرق الإسلامية، يعني ما هي الدواعي، ما هي الأسباب، ما هي الظروف التي نشأت نعم بها؟ نعم، نحن نعلم أن الفتوحات الإسلامية بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسعت، أي خرجت من دائرة الجزيرة العربية، وصلت إلى بلاد الشام، وصلت إلى مصر، تجاوزتهما، نعم، وصلت إلى العراق، إلى الفرس، إلى بلاد فارس، نعم، وهكذا. هذا الانفتاح أدخل في المجتمع الإسلامي ثقافات مكونات جديدة. ثقافية أخرى، نعم، فهنالك ناس كانوا ينتمون إلى ديانات مختلفة غير الكتابية، غير النصارى وغير اليهود، كانت لهم رؤية دينية فيما يتعلق بتصور الإله، بتصور الدين وما إلى ذلك، النشأة، الخليقة، بالضبط. وأهم من هذا دخول الفلسفة اليونانية. أنت تعلم أن القرآن الذي نعم حفز اهتمامات الناس إلى العلم والعلم، والقرآن دائما نعم يدعو العاقل إلى أن يعني يلجأ إلى التعلم، فأصبح عندهم عند العرب نهم علمي. لما دخلت الفلسفة اليونانية سرعان ما أقبل كثير من التابعين، لا أقول من الصحابة، فتعلموا اللغة اليونانية وراحوا يقرؤون الفلسفة اليونانية. هذا العامل إلى جانب ذاك أدخل عوامل اجتهادية فيما يتعلق بالرؤية السابقة التي أخذوها من القرآن والسنة بالنسبة لبنيان العقيدة والتي الإسلامية. هي امتداد للحنيفية لنقول، يعني أكيد. يعني في شبه جزيرة العرب عندما جاء الإسلام هذه الدعوة، نعم، جاء استكمالا لمجموعة من الدعوات السماوية التي جاءت قبل، وكلها تنتمي إلى أكيد. إلى ذات الطبيعة وذات الجذر، بينما عندما انتشر الإسلام في أصقاع شتى من الأرض أصبحت هناك أنواع من الثقافات التي بدأت تتلاقح، نعم، بشكل أو بآخر. يعني الناحية اللي أشرت إليها نعم نعبر عنها بوضع بتعبير أوضح، الدين واحد والشرائع هي التي تنوعت واختلفت. المهم أن العرب كثير منهم في العصر التابعي في أواخر الخلافة الراشدة تأثروا بهذه الثقافات، ولا سيما الفلسفة اليونانية تأثرا كبيرا. كان شأنهم كشأن الإنسان الموجود في مكان مظلم، وفجأة فتحت نافذة ودخلت أشعة الشمس، العين تعشو في هذه الحالة، نعم، والرؤية تضطرب، نعم، بعد حين يعني تعود الرؤية وتعود، نعم، يعني ضياء الشمس يتناسب مع ضياء العين فتنتهي المسألة. في هذه الفترة يعني أستطيع أن أقول أن العرب فوجئوا بالنسبة للثقافات وبالنسبة إلى الفلسفة اليونانية وفلسفات الأديان الأخرى، الموبيذين وما غيرهم، جعلتهم ينظرون ويتبنون بعض التصورات البدعية التي لم تكن موجودة. فهذا هو العامل الذي أوجد هذه الفرق. نعم، بشكل أساسي. نعم. إذن يعني نعم. الاحتكاك بالثقافات الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى بشكل أساسي كان هناك تأثير لملامسة الثقافة اليونانية والترجمة عنها والفلسفات بشكل نعم. خاص. وهذا يبين بنفس الوقت تاريخ نشأة الفرق. هي نشأت في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وامتدت إلى الدولة العباسية. تعريف مجمل بأبرز هذه الفرق وما تميزت به من معتقدات فضيلة الشيخ. طبعا هذه الفرق كثيرة، وهو الكثير منها توالد بعضها من بعض، لكن أستطيع أن أتحدث عن يعني نماذج منها.
هذه النماذج تعطينا صورة عن الأخرى. عندنا مثلا المعتزلة، هذه أكبر فرقة ظهرت في هذا التاريخ. المعتزلة تأثروا تأثرا كبيرا بالفلسفة اليونانية، وأقطاب الاعتزال تعلموا اللغة اليونانية، نعم، فأصبحت عندهم رؤية من نتيجة دراسة الفلسفة اليونانية مجملها يقتضي أن يرجح العقل على النقل. في عصر المصطفى، في عصر الصحابة، كان العقل والنقل في فهم الأمور كفتين متساويتين. المعتزلة بتأثرهم بالفلسفة اليونانية، طبعا الفلاسفة اليونانيين وغيرهم، نعم، لا يحكمون إلا العقل، فرفضوا كثيرا من الأمور النقلية التي جاء بها حتى القرآن. من مثل فضيلة الشيخ، مثلا رؤية الإنسان ربه يوم القيامة. القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نعم، هم أنكروا هذه الرؤية لتصورهم أن العلم لا يؤيد ذلك. الإنسان عندما يرى شيئا، الشيء المرئي يكون محبوسا بين زاويتي النظر، ينطلق من العين ضلعان، نعم، يكون الشيء المرئي في داخل هذين الضلعين. طيب الباري عز وجل لا يحصره مكان، هذا الكلي، هذا العظيم، لا يحصره مكان، ومن ثم الرؤية غير، نعم، ممكنة. هذا مثال. مثال آخر، قالوا الله عز وجل عادل، وينبغي أن لا ننجر إلى ما يشوه عدالة الباري عز وجل، إذن ينبغي أن نقول أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس الله هو الذي يخلق فعل الإنسان. لو قلنا إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، إذن هو لا يستأهل أجرا على طاعة، ولا يستحق عقابا على معصية. إذا قلنا إنه الباري خلق له فعل المعصية، شرب الخمر، الفاحشة، كذا إلى آخره، هذه وهنا جرى جدل كبير في موضوع التسيير والتخيير. نعم، تمام. وكذلك كلام الله عز وجل، أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله عز وجل كلام نفسي قديم قدم ذاته، ليست هنالك يعني بداءة بالنسبة لبارك، كالواحد منا تطرأ على يعني عقله أفكار جديدة ما كانت موجودة، لا، لكنهم يقولون لا، كلام الله عز وجل مخلوق. هذه كلها نتائج تأثرهم بالفلسفة اليونانية والثقافات الوافدة. لاحظ أستاذ جمال كيف تكاثرت هذه الفئات. وجد الخوارج، نعم، الذين كانوا إلى جانب سيدنا علي رضي الله عنه، يعني الخوارج هم عبارة عن أجلاف البادية، كانوا مع سيدنا علي، لكن هذه الطبيعة تغلبت عليهم، نعم، وانفصلوا عن سيدنا علي، وتبنوا لأنفسهم مذهبا ممكن أن نقول بالتعبير الحديث راديكاليا متطرفا متشددا متطرفا، فأفتوا بأن المعصية تكفر، أن الإنسان يكفر بارتكابه المعصية، ومن ثم كفروا سيدنا علي رضي الله عنه. لاحظ ردة الفعل، تحت حجة أنه حكم ما طلب المعاوية تحكيمه، وفي حين أن الحكم ما ينبغي أن يكون إلا لله، فهذه معصية في رأيهم، فهذه معصية وإلى آخره. ردة الفعل دفعت فئة أخرى أن يقولوا بالمقابل لا تؤثر المعصية صاحبها مع الإيمان، ولا فائدة للطاعة مع الكفر. يعني إذا وجد الإيمان ورحل الإنسان إلى الله بدون طاعة لا حرج، نعم، ولا فائدة من الطاعة إذا كان صاحبها كافرا. نقيض ما ذهب إليه الخوارج،
اسمهم المرجئة والحسنات يذهبن السيئات. هذا رأيهم يعني. بعدين في الفئة القدرية، القدرية الذين نعم أرادوا أن يناقشوا من يقولون أنه هنالك قضاء وقدر والإنسان مقيد بهما، يعني في إفراط وفي تفريط في هذا الكلام، فلم يعجبهم هذا الأمر، وقال قائلهم لا يوجد قدر والأمر أنف، يعني الأمور يفعلها الإنسان فجأة وليس هنالك خطة قديمة من الله يجبر الإنسان عليها. وهكذا توالد حوالي 10-12 فرقة وجدوا بسبب هذا الذي أقوله لجنابك، لأن هذه يعني مسائل إذا أعمل الجدل فيها كثيرا سيكون هناك اشتطاطات لا متناهية. نعم، يعني الذي أريد أن أضيفه إلى هذا هو أن هذه الفرق التي تنامت ووجدت بدافع من الثقافة الوافدة، ثم ردود الفعل ما بين فرقة وفرقة، كانت تهدد الدولة الإسلامية، تهدد وحدة الدولة الإسلامية. ومع ذلك فقد مر عهد أكثر من 100 سنة، 100 وكسور، على وجود هذه الفرق دون أن تفعل أي خطر أو أي إنذار لوحدة الدولة الإسلامية بالعامل الذي سنذكره الآن. يعني وجود هذه الفرق والدولة الإسلامية لا تزال في مرحلة الشباب، يعني لا تزال غضة. نعم.